توجيه من دكتور معالي أمين بغداد والسيد الوكيل البلدي وإشراف السيد المدير العام، قامت دائرة بلدية الرصافة بالاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار، حيث باشرنا بإصلاح جميع التخسفات. يعني باشرنا ما يقارب حوالي أصلحنا ما يقارب حوالي 36 تخسف، وحاليا عندنا تخسف حاكم بدنا نشتغل به في محله 510 شارع 16 خط استراتيجي قطرة 1600 طوله 120 متر. بالإضافة إلى أنه يعني إحنا بالنسبة جاهزيتنا المحطات جاهزة وكلها تعمل طاقتها القصوى، والمولدات جاهزة، والإضافة إلى أنه الديزلات جاهزة للعمل. بالإضافة إلى الخطوط المجاري، قمنا بحملة لتنظيف الخطوط المجاري، خطوط الرئيسية للأمطار وخطوط الصحية، وقمنا بتنظيف عدد من المحلات إن شاء الله. يعني إحنا العام الماضي أنه كان يعني القاطع مريح، وضعنا كان جيد بالنسبة لجميع القاطع، يعني غطينا قاطعنا بعدد من الديزلات، بالإضافة إلى أنه يعني محطاتنا كانت تعمل بصورة جيدة، مولداتنا كانت جاهزة، فالحمد لله والشكر ما صار عندنا أي خلل العام الماضي. إن شاء الله هذا العام هذا أفضل من ذاك العام الماضي إن شاء الله. جمعة طاهر حمد، رئيس قسم المجاري، دائرة بلدية مركز الرصاف. أعمال بلدية الرصافة هواية. فجر صباح اليوم يوميا الصبح الشوارع الرئيسية تبدأ من ضمن القاطع الموجود، احنا القاطع الرابع، ولحد الساعة العاشرة، ورا العاشرة صباحا نطب بالدواخل المنطقة بالجهد الموجود عندنا المؤجر من قبل الدائرة. بغداد كتوجيهات من السيد المدير العام محترم السيد أحمد خوام، داخل عمل جاري 24 ساعة. من الساعة 6 صباحا لحد الساعة 9 مساء على شكل شفتين، ما عدا عدد العمال والآليات، بس كل تعاون من المواطن ماكو، وعي بلدي ما عنده المواطن، فإذا اكو خلل فخلل من المواطن، 90% من المواطن. هاي محطة التيوان، محطة أمطار تيوان، أكبر محطة بدائرة بلدية مركز الرصافة. تحت شق محطة أمطار فرعية تابعة لبلدية الرصافة، ملتقى هنا محطة التيوان. كون محطة رئيسية تكون من 6 مضخات حجم 1100 ملم، 5100 ووحدة 1700. هاي نجمع كل مي الامطار مال المحطات الفرعيه بهاي المحطه، ومحطه يابانيه انشئت سنه 1981 شركه فوجي يابانيه ومضخاتها كابوتا، محطه عملاقه. الرصافه احنا هاي اكبر محطه كامطار، والغزالي الرئيسيه مالتنا تشتغل على المحطات الصحيه، هذه شيء ثقيله، هذه تدفع للرستمية. تحية طيبة أحبتي متابعي شاشة عراق ميديا برس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام واضح. ضيف حلقتنا لهذا اليوم مدير عام دائرة بلدية مركز الرصافة، رئيس مهندسي أقدم، الأستاذ أحمد خوام خيوم. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم، كادركم إن شاء الله. الله يسلمك استاذ احمد. اليوم خل نتعرف عن مركز بلدية الرصافة، انتشاره، الوحدات الإدارية اللي مرتبطة به، من اين يحد هذا مركز بلدية الرصافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلدية مركز الرصافة هي احدى بلديات امانة بغداد ال14 المنتشرة ضمن حدود امانة بغداد، حدودها من الشرق بلدية الكرادة شارع 10 طريق كهرمانة، حدودها من الغرب بلدية العربية عبر شارع صفي الدين الحلي من نزل جزر الصرافية باتجاه الطالبية، من الشمال بلديات الصدر الأولى والصدر الثاني مع حدود شارع قناة الجيش، ومن الجنوب نهر دجلة حدود هنا. ما
مساحتها 27.5 كيلو متر مربع، تضم مناطق شارع فلسطين وكذلك مناطق النهضة ومناطق الشيخ عمار ومناطق الرصافة القديمة وكذلك السعدون والبتاوين وبنواس. نعم. طيب هل أقسامكم غطت هذه المساحة اللي ذكرتها؟ نعم، حقيقة الأقسام الرئيسية في الدائرة البلدية مغطية للرقعة الجغرافية بالكامل، وكذلك المراكز البلدية العشرة المنتشرة ضمن الرقعة الجغرافية أيضا تغطي جانب النظافة في هذا القاطع. طيب أستاذ أحمد، اليوم بعد ما تعرفنا على ارتباط والمكان أو الرقعة الجغرافية اللي تحته مركز بلدية الرصافة، يعني هناك شكاوى من قبل سائقي المركبات أو العفو الآليات اللي تابع إلى مركز بلدية الرصافة في تصليح الآليات على حسابهم الخاص. حقيقة هذا الجانب يكون فقط على السائق المقصر، يعني السائق اللي لين تعرفته احنا حقيقة الآليات كلها روطت عبر جهاز التعقب الجي بي اس، هنالك وحدة متكاملة في الدائرة البلدية تسمى وحدة التتبع تقوم بتتبع الآليات، الآلية اللي تكون هنالك عليها مخالفة في برنامج التتبع وعدم أدائها واجبها الرسمي لخدمة المواطن ويكون هنالك عطل من خلال الذهاب والإياب خارج القاطع، يكون التصليح من جانب السائق حصرا، لأن هذه مخالفة عند الذهاب. نعم، أحيانا يخرج خارج القاطع بدون إذن، خارج قاطع المسؤولية، فيكون مقصر في هذا الجانب. عندما ترصد وحدات التعقب عبر جهاز التعقب الموجود في داخل الآلية يتم هنالك تأشير مخالف على ذلك السائق، عند حصول عطل في الآلية من ضمن المؤشرات المخالفة يكون التصليح على حساب السائق. نعم، يعني في داخل الحدود القاطع. نعم، ضمن حدود القاطع لا، يكون التصليح على حساب الدائرة، على حسابكم. نعم، ولكن عند ذهاب وخروج القاطع وارتكاب مخالفة بتقصيره في العمل من ناحية الإنتاجية يكون التصليح على حساب. طيب محتمل يعني يكون بإرسالية، محتمل يكون لا بإرسالية؟ لا، حقيقة نعرف احنا من نرسله خارج القاطع في مهمة معينة يؤشر لدى وحدة التتبع انه خرج خارج القاطع لجلب مادة الزميج او لجلب مادة الاسفلت، فخروجه يكون مرخوص، لكن خروج الآلية في وقت خلال اثناء فترة العمل الرسمي وبدون إذن يكون هنالك عليه عقوبات، ويكون هنالك عليه أيضا التصليح يكون على حسابه في حالة حصول عطل في الآلية. طيب بما إحنا يعني مقبلين على موسم شتاء، دائما بلدية مركز الرصافة تقع بإشكالية عند حدوث الأمطار، شنو استعداداتكم لهذا العام؟ حقيقة هذا الجانب تم تخطيطه بوقت مبكر عبر اجتماعات متلاحقة مع الكادر المتقدم في أمانة بغداد. حضرنا 6 اجتماعات في جانب الكرخ وفي جانب الرصافة لكافة الدوائر البلدية، كان الاجتماع برئاسة معالي الدكتور أمين بغداد والسادة الوكلاء وكذلك مدير عام دائرة مجاري بغداد إضافة إلى الدوائر البلدية، كان هنالك طرح شفاف لكافة المشاكل والمعوقات التي تظهر في المواسم الأمطار والمقترحات الخاصة من قبل الدوائر البلدية لحلها، يتم مناقشتها بصورة مستفيضة مع الكوادر الفنية، وكذلك في حالة إقرارها من خلال محضر الاجتماع المشترك يتم هنالك تكون عليها معالجات، وحصلنا الحمد لله والشكر على المعالجات المهمة في هذا الجانب. في هذا الموسم حصلنا على محطة غاطسة في المحلة 507 لخدمة شارع بورسعيد، وكذلك خدمة المناطق الخاصة بفلسطين الأخيرة كانت تتلكع عندنا هذه المناطق، حصلنا على دعم في مجال شارع بورسعيد بإنشاء محطة غاطسة صغيرة لاستيعاب المياه المتدفقة من خلال رمي المياه العشوائي من قبل الوزارات الدولة، مع الأسف يعني وزارة الداخلية وكذلك وزارة الكهرباء ووزارة النفط. في أين رمي هذه المياه العشوائية؟ تقوم بالرمي بالضخ المباشر من قبل وزاراتها إلى نهر شارع بورسعيد. حقيقة هذا يشكل عبء باعتبار هذا شارع رئيسي، ممر رئيسي يخدم كافة المناطق، الرمي العشوائي يولد الضغط على الخط الموجود. نعم نعم، فاتحناهم هذه الرمي، فاتحناهم بكتب رسمية، ولكن مع الأسف ماكو استجابة، فقط طلبنا منعتهم إنشاء من هو الخدمة في جانبهم ويكون الربط بصورة رسمية على الخطوط الموجودة، ولكن أيضا لا توجد أي استجابة من هذه الدوائر. طيب يعني هل يعني هاي الخطة في قبل بدأ الموسم الشتائي يكون عندكم استعداد أو عد خطة؟ أستاذ محمد، الاستعدادات كانت كبيرة موسمية، يعني من خلال تنظيف كافة خطوط المجاري اللي العميقة استخدمنا بها متعهدين، والقليلة العمق استخدمنا جهدنا الذاتي من خلال آليات كوادركم. نعم، تم تنظيف كافة الخطوط وكافة المشبكات، وهنالك توجيه دوري وعمل يومي من قبل
عمال النظافة بعد الساعة 10 صباحا، وكذلك عمال الزراعة بتنظيف كافة مشبكات مياه الأمطار، لأنها دائما تعرض إلى الأطيان والأتربة ودخول بعض قناني مياه الفارغة. أحيانا نعاني من موضوع سرقة الأغطية، هذا جانب حقيقة أيضا معوق لعملنا، يعني دائما تكون هناك سرقة في ساعات الصباح المبكرة من قبل بعض الدوار ومن قبل بعض ضعاف النفوس حقيقة، ودائما ما نخسر مبالغ كبيرة لتعويض هذه الأغطية والمنهولات والمشبكات، لأنه مهمة جدا وتعرض حياة المواطن للخطر، فمن واجبنا أنه نعوض كل هذه الأغطية والمشبكات اللي تقوم بعض الجهات بها. سالح أحمد، أنت ذكرت تم تسليك شبكات الصرف الصحي وجهزتم وعديتم الخطة الموسمية، لكن عندما تحدث الأمطار هطول الأمطار لمن يكون هذا الغرق وطفح الفيضان؟ حقيقة احنا مثلا يعني يوم امس كانت هنالك معدلات امطار سقطت بمعدل 14 ملم في فترة قياسية يعني قصيرة، فوق العادة، فوق المعتاد، نعم، وفي فترة قصيرة جدا. هذه ولدت ضغط على الخطوط الداخلية وليست ضعف بالشبكة، محطات كانت تعمل بصورة صحيحة، كل المحطات الحمد لله ما كانت اي معاناة من جانبها، لكن المشكلة فقط في عامل الوقت حقيقة بعد استقرار الموقف، وخلال أقل ساعة بدأت الخطوط بالتصريف والحمد لله. لو كانت الخطوط غير نظيفة لكان معدل الوقت كان أكبر وسبب يعني طفوحات كبيرة، الحمد لله داركناها بوقت قصير. انتشار الآليات كان كبير جدا في كل القواطع، سلمت تم تطبيق خطة الإنذار بوقت قياسي لأن كنا متوقعين هطول الأمطار، لكن الموجة الأخيرة اللي جت من الجهة الغربية كانت غير متوقعة وأجت في فترة قصيرة جدا، نزلت في معدلات عالية الحمد لله. استمر الكادر المتقدم لساعات الصباح من أجل تنشيف كافة المياه وكافة حتى مؤسسات الدولة، قمنا بتنشيف كافة واجهات. طيب بعدنا يعني في محور تسليك الشبكات الصرف الصحي، يعني عنده يعني لما تسلكون الشبكات الصرف الصحي ككوادر بلدية مركز الرصافة، يعني ميادة تعانون لإغلاق وإنسداد هاي الشبكات، شنو دا يسدها إذا أنتوا دا تسلكون الشبكات على شكل دوري؟ وماكو انسدادات حقيقة، الانسدادات تحصل في بعض المشبكات، بس المشكلة هو في جانب التصريف الكبير حقيقة. عندنا خطوط رئيسية في جانب الرصافة، موجود خط بغداد اللي يخدم بلديات العظمية ومركز الرصافة وبلدية الكرادة، حقيقة هذا الخط من ستينيات العام الماضي، خط متهالك، خط كونكريتي يصب في جهة الرستمية حقيقة. نعم، هنالك وحدات معالجة ويصب إلى النهر، ولكن الخط يعاني من عدة تخصفات، موجودة به 4 تخصفات كبيرة حقيقة يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا. دائرة مجاري بغداد مشكورة أخذت على عاتقها تسطيح هذه الخطوط، والحمد لله باشروا ببعض الخطوط بجانب التسطيح لكي تكون عملية ديموم وتصريف المياه عبر الخط الرئيسي تكون متواصلة، لكن أيضا هو هذا الخط بترسبات كبيرة يحتاج إلى مبالغ كبيرة بمجال التنظيف، وهذا ايضا واحده من معاناه امانه بغداد هو ضعف التمويل من قبل وزاره الماليه وضعف ارسال المبالغ الخاصه باعمال الموسم الشتوي اللي هي دائما معتادين على منحه احنا يعني شتويه تكون خاصه فقط لاعمال الصرف الصحي. طيب يعني هاي كانت يعني تعانون من التخصفات، ايش قصر هاي التخصفات وما عالجتوها؟ لا، التخصفات الحقيقه حديثه، مو يعني مو قديمه، التخصفات القديمه كلها عالجت، لكن هو الخط متهالك، الخط قديم، من نصلح تخسف يقع التخسف يقع الخط اللي بعده. هسه حضرتك انت يعني القيت اللوم على وزاره الماليه حقيقه، وزاره الماليه عتل. نعم، وزاره الماليه يعني مقصره بشكل كبير مع امانه بغداد عموما حقيقه، نعاني من موضوع يعني احنا فقط طلبنا من عندهم فتح باب التخصيصات الماليه، احيانا بنطلب سيوله، نطلب التخصيص الامور الضخمه، نعم نعم، الامور الخاصه ببعض الفقرات اللي تحتاجها الدوائر البلديه باعمال الصيانه، مثل صيانه المباني الصحيه، صيانه المباني الخدميه، اللوازم والمعدات، الخامات، صيانه الات ومعدات، هاي عندنا بعض الابواب في الموازنه حرجه جدا تجينا بها مبالغ بسيطه، في حين احنا نحتاج الى فتح باب التخصيص فقط كارقام، فقط كارقام نعاني من بدايه السنه لغايه نهايه السنه واحيانا ما نحصل على نتيجه، فقط نطلب انه فتح باب التخصيص، يعني احيانا احنا كبلدية مركز الرصافة نقدر نحصل على السيولة ولكن لا نستطيع تجاوز التخصيص، اي تجاوز في مرحلة التخصيص يسبب هنالك خلل وتعرض الدائرة الى مساءلة قانونية. طيب في هذا الجانب يعني الامور الصغيرة تتحملوها انتم وتعالجوها انتم، نعم، وفق المبالغ اللي قادرين، نعم، ترصدوها انتم، نعم، في نعم،
بلدية مركز الرصافة، لكن طلبتم من وزارة المالية بتخصيص مبالغ مادية إلى الأمور الكبيرة. نعم. إلى المشاريع الضخمة. نعم نعم نعم. زين، ما استمعت لكم المالية، ما قررت أمانة بغداد، ما رفعت مخاطبات إلى مجلس الوزراء حقيقة؟ صارت صارت المالية ليش ما ترد على صارت اجتماعات سالم محمد متلاحقة في مقردي وأمانة بغداد، استقبلنا الكادر المتقدم لوزارة المالية، وكذلك حصلت اجتماعات في مقر وزارة المالية، صارت كتب رسمية في الصيغة اللي هم يطلبوها. ولكن هنالك حقيقة يعني احنا المشكلة احيانا نلقى الكادر المتقدم متعاون بس الجانب التنفيذي يكون متلكي، لان هذا ما يحس بدور امانة بغداد. حقيقة يعاملون امانة بغداد كدائرة خدمية امام المواطن الكريم في مجال تقديم الخدمات حال حال اي مؤسسة اكاديمية او مؤسسة مع احترام تعليمية او اي جانب من جوانب الدولة. هاي المؤسسة كبيرة جدا تحتاج الى 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 عمل يومي في مجال توفير الماء الصالح للشرب، توفير شبكات الصرف الصحي السليمة لغرض مرور هاي الشبكات، ومثل ما تفضلت العواقل تصير احيانا في بعض الامطار الكبيرة، تصير عواقل وتصير هنالك بعض الطفوحات، وتصير هنالك بعض الاماكن اللي حقيقة مثل المناطق العشوائية يصير بها هناك بعض الطفوحات. حقيقة هاي كلها امانة بغداد واضعة خطة كبيرة جدا لمعالجة كل مشاكل العاصمة، ولكن نصطدم وكل سنة كالعادة نصطدم بموضوع التخصيص المالي والسيولة المتوفرة. حقيقة احنا سنقوم بأعمال الجباية، الجباية احيانا القسرية على المواطن، يعني نوفر مبالغ نفرض غرامات كبيرة جدا عن بعض المخالفات في سبيل تقديم الخدمة. طيب والمواطن اليوم يعرف بس الأمانة؟ نعم، لأن الأمانة هي متصدية في الشارع، الأمانة في وجه المواطن، ما يعرف المعوقات اللي تلاقي أمانة بغداد في تقديم الخدمة. حقيقة احنا لدينا كثير من المشاكل في الشارع مع كافة الأجهزة الموجودة. حقيقة يعني عدم الإلمام بقانون أمانة بغداد، يعني قانون أمانة بغداد لحد الآن قانون العاصمة ما شرع كقانون رسمي، وتداخل الصلاحيات بين وعدم معرفة الحدود بين أمانة بغداد ومجلس المحافظة والمحافظة أيضا هذا يشكل عبء على المواطن الكريم ويشكل عبء على الأجهزة التنفيذية حقيقة. طيب نتوقف أستاذ أحمد يم تشريع قانون أمانة بغداد. نعم. ونذهب لنشاهد هذا التقرير لنشاط مركز بلدية الرصافة. أحبتي المتابعين، نشاهد وإياكم في تقرير هذا لنشاط مركز بلدية الرصافة. كوادر دارة بلدية الرصافة بتوجيه من معالي الدكتور أمين البغداد والسيد مدير عام بلدية الرصافة المحترم، استعداد لموسم الأمطار، يكون العمل البلدي اليومي من الساعة 6 صباحا إلى 12:00 ومن 1:00 إلى 10:00 ليلا. هو هذا عملنا دائما، متواجدين احنا دوامنا يكون على شكل 3 وجبات، الوجبة الصباحية من 6 الصبح لحد الساعة 12:30 الظهر، تبدأ الوجبة المسائية لحد 7 بالليل، ومن 7 بالليل لحد 12 بالليل الوجبة الليلية. هاي تسمى 3 شفتات مستمرة هنا. احنا هنا شغلنا مستمر متواصل، لأن أولا كثافة السكانية اللي تطب للمنطقة وللقاطع، وكثرة الباعة المتجولين الموجودين على الرصيف والمحلات والإفرازات اللي موجودة، فإذا تترك يعني إذا ما ناس تواصل بناس يصير عندك تلكب بهذا العمل. إيه طبعا هاي معوقاتنا هي أول شيء يعني مقدور عليه وما مقدور عليه، يعني معوقات هي أولا الزخم والازدحامات المرورية والوضع اللي موجود خلال هذا القاطع، يعني هنا بخلال القاطع لأن قاطع يكون شبه قلب بغداد، هو يبدأ من شارع الرشيد وينتهي بشارع الشيخ عمر ومن ساحة التحرير إلى ساحة الخلاني. لازم نتعاون، مكتلنا والله الزبالة موتتنا ومع الريحة تقتل، والله مبردة مشاهد بالبيت. لا والله أقول لك أنا مبردة مشاهد بالبيت بالقرآن، والله أقول لك والله العظيم مبردة مشاهد أني بس بنكات جوا وهاك بقى عرقانين ليل ونهار، الريحة هاي كتلتنا.
أني من سكرة المنطقة، وبنفس الوقت أني موظف في أمانة بغداد أشتغل من ضمن حدود هذه المنطقة. هاي النقطة بتحكي عنها. مكب نفايات لمحلتين، محلة 111 اللي تحوي أكثر من حوالي 3000 عائلة، ومحلة 123 اللي تحوي أكثر من 2000 عائلة، وبالإضافة إلى سوق، هذا سوق لبيع الخضار والقصابة. الدار البلدية قامت بمشروع جديد اللي هو هذا المكبس النموذجي، المكبس النموذجي مو المكبس، هذا حاوية نموذجية. الحاوية النموذجية العالم ما استجابت لهذا الموضوع، تجي تربي رمي عشوائي بالشارع. ايش قد حاولنا، حاولنا يعني استعينا بأئمة الجوامع، أئمة الحسينيات هنا لغرض التثقيف، فتظاهر يعني المواطن ابد، بس اي استجابه من المواطن ماكو. موضوع قسم النظافه، اكو عندنا هاي النقطه ثابته من ضمن السوق الصدريه، فهاي فراسها قوي يومي، فهاي ترفع صباحا مساء. هسه انتم لاحظتوا من خلال تصويرها، شفت المواطنين هسه اللي اجت ذبت الافراز مالتها رمي عشوائي. هذا مكب نفايات دائمي؟ اي دائمي دائمي، لأن مكان محصور قرب السوق الصدرية. هذا السوق أمامك هسه جاي تشوفه. زين، هو من يذبون هاي النفايات يتم رمي هاي النفايات يوميا قد يلا تشيلونها؟ ترفع يوميا صباحا، اكو كابسة متواجدة بالنقطة، ترفع لغاية الساعة 12 كابسة متواجدة بداخل النقطة، ومساء كذلك. عدنا وياكم أحبتي المتابعين بعد ما شاهدنا هذا التقرير الذي يخص نشاطات مركز بلدية الرصافة. أستاذ أحمد، توقفنا عند إقرار قانون أمانة بغداد. نعم. إذا أقر هذا القانون، نعم، كيف راح يكون لكم؟ حقيقة راح ينظم العملية وراح ينظم الصلاحيات الموجودة ضمن حدود العاصمة بين أمانة بغداد والمحافظة ومجلس المحافظة. يعني حقيقة الصلاحيات متداخلة وتدخل في عمل أمانة بغداد في بعض الأمور، لأنه تعرف أنت المواطن الكريم ما يعرف شنو أمانة بغداد، شنو المحافظة، شنو مجلس محافظة. يعني أكل التباس بين عملكم المحافظة؟ أكل التباس وأكل تدخل حتى في موضوع الصلاحيات داخل حدود العاصمة. حقيقة قانون العاصمة ينظم لكل جهاز من هذه الأجهزة دوره وصلاحيته في هذا الجانب، وعدم التدخل في الجانب الآخر، لأن تعرف هاي أكو بعض الأمور مزدوجة، بعض الأمور تصير بيها بعض الإشكالات الرقابية. يعني فالقانون حقيقة هذا القانون إن شاء الله نعول عليه، هو في أروقة مجلس النواب إن شاء الله نعول عليه أنه ينظم الصلاحيات وينظم الحدود والواجبات لكل مؤسسة من هذه المؤسسات. يعني اليوم تطالبون مجلس النواب الحالي؟ أكيد، يعني مع تشكيل الحكومة. القانون قديم حقيقة، ما أقر في الدورات السابقة، نتأمل من هذه الدورة الرابعة إن شاء الله يكون بإقرار ويكون بتحديد الصلاحيات، لأنه أمانة بغداد هي كهيئة مستقلة لازم لها وضعها السيادي ووضعها القانوني على ضمن حدودها الرسمية الموجودة. يعني احنا نعرف حدودنا ونعرف واجباتنا، ولكن القانون يعني صار ببعض الإشكالات وهذه الدورة الرابعة. طيب استاذ احمد، ننتقل الى موضوع تقبلوها هاي الدفايات والله العظيم نعم، الدار سكني واحد صاير خمس دور سكني، صاير خمس مدار سكني. هو نمط دار سكني واحد؟ نعم، هو بالقانون المساحة المحددة هي 200 متر. سند منفرد، ما في أي مشكلة، ما في أي مخالفة، لا تغرى على الأرض. لكن المشكلة تأتي التصرفات العقارية، فذلك دار واحدة أصبحت دارين أو ثلاثة أو أربعة. تعرف هذا يكلف أمانة بغداد فتح منافذ مواد جديدة، كذلك توصيلات غير النظامية أحسن
احيانا يتجاوز على السداد الامامي، يتجاوز على الرصيف، يتجاوز على حدود مساحه العقاب، فيتم كشفه من قبل السداد الهندسي في قسم السداد الامامي ويثبت نوع المخالفه. المخالفه تحديد رقم في عمليه الغرامه، يعني لا توجد غرامه تشبه غرامه ثانيه. لان حقيقه شكلت لجنه لرئاسه السيد المعاون وهويه وزراء الاقسام المختصين في هذا الجانب، وحددوا ثلاث حالات للغرامات حتى في المناطق الحضريه وحتى في المناطق الوضعيه الناحيه، يعني كلاس اي كلاس بي كلاس سي، لكل مرحله من المراحل اكو هنالك نوع من الغرامات وارقام محدده. واحيانا نراعي الجانب الانساني في هذا الجانب، خرجنا عندهم قنوات لتخفيض الغرامات، يتم مقابله اصحابها، يتم رمي عشوائي هذا مكتب نفايات دائمي والسماح لبعض الحالات، وهنالك تخفيض ضد القانون لبعض الحالات. مكان محصور يعني اكو نعم مراعاه الجانب الانساني، نعم مراعاه الجانب الانساني. احيانا المواطن يرفع التجاوز، نوع من التجاوز يصدر من صاحب الدار، نعم كان يتجاوز على الرصيف الامامي للدار، عندما يرفع الاحتياج الامامي او يرفع التجاوز اللي موجود يتم حقيقه اعاده كذلك. طيب بعد فرض الغرامات يعتبر هو مسبب في هاي الاعتراضات، ما يكون مساعده لامانه يعني هسه هو امام بيته عنده شغله عاديه طبيعيه ورا هاي لو امانه بغداد المواطن نفسه ما مساعد عده حلول هنا لبينا مكبس المواطن نفسه مكبس لبينا هنا تعاركوا ويا المشغل مال المكبس ما يعني المواطن تعاون فيها عبد رجلي وفيها يعني درجه بسيطه وفيها شعور محدده الوجود. الساحات الثانيه هي الساحات العائده لوزارات اخرى او جهات اخرى مالكه لهذه الساحات، هاي حقيقه تحصل فيها مشاكل من ناحيه من ناحيه تنظيم. الجانب الثالث هو المواطن يطلب من امانه بغداد انه يحول قطعه الارض مالته الى ساحه وقوف، هنالك اكو عده متطلبات موجوده في منح اجازه مؤقته لمده سنه واحده قابل للتجديد في بعض الحالات اللي يكون فيها زخم في وجود الانشطه التجاريه وكذلك الصحيه والطبيه والمهنه الصناعيه، فتعطى الاجازه نرفعها لاداره القانون ودائره الشرطه في هذا الجانب، اذا ما تحصل موافقه نعطي موافقه بشروط تسجيل القطعه فتح مكتب دخول ومكتب خروج مساحه لا تقل عن 40 متر مربع. هاي ما تعتبر يعني تشوه التسجيل الامراني؟ لا هي اجازه مؤقته عفوا، هي اجازه مؤقته لمده سنه. الشيخ عبد القادر ما قابل للتجديد او تنقطع الاجازه. الجانب الاهم في سؤال هو موضوع الجراجات الصالحه اللي يستغلون الارض يستغلون الشوارع العامه اللي يمها النشاط التجاري اللي يمها مواد معينه اللي يمها نشاط طبي، هاي بعض العقد يقومون باستغلال الارض لغرض استغلال المواطن الكريم من خلال وهنا نعود حقيقه على المرور المرور متعاونه مع امانه بغداد في ثبت هذه الحالات، لان هاي حالات مخالفه متفاوته. نعم اكو تعاون وغالبا ما نطلع هاي الحالات نطلع بقوه معينه، لكن نجد احيانا اخطاء كرام، نجد بعض الاخوان يعني غير معنيين في هذا الموضوع وراء بعض الشبكات الموجوده. عندنا عده حالات في اطفاء الخوف على بعض العناصر حقيقة فرضنا مسؤوليات عمليات بغداد على بعض الحالات اللي تقوم باستغلال مثل هذه الحالات ومنعنا بعض الحالات المشابهة في المناطق. الحمد لله الحالة مردودة، احنا نطلب حقيقة ان اكو دراسة في موضوع المواقف الذكية حقيقة في الشوارع الرئيسية، وذلك مشروع يدرس في امانة بغداد في دارة الصامية. رفعنا عدة شوارع احنا من خلال مدينة مركز الرصافة في دوار موقع تجاري وصناعي رئيسي مدينة بغداد، رفعنا عدد من الشوارع طبقت على بعض الشوارع، ولكن
زحمة لا لا بسرعة عمليات عمليات بردات بالتوقف ما عندنا كثير بلدية مركز الرصافة هي مغلقة جاهزة جاهزة بالقادرها خطتها اتفاق يعني الكل الداون ماكو هذا بالزراعة وهذا بالنظافة وهذا بالتوجيه نسيت مدير الحرش قوة حماية الفن وإن شاء الله هنالك دراسات على أساس يوم 14 يتم رفع الضباط وإجراء التحسينات الكاملة من قبل إدارة الفن للمحافظة عليه يعني التدرج الأمني مستقر ووضع جيد يعني طالبنا أنه نفتح هذه الشوارع لأنه حقيقة تسبب استرباط مروري وتسبب آثار جانبية في موضوع تقديم الخدمة من خلال الإشارة الخضرية عند الشوارع المهمة جدا والرئيسية في مدينة بغداد يربط بين شارع الجمهورية وشارع الكفاح حقيقة كان مفتوح لنزل عقل حالة الخضرة من أجل فتح أسواق جديدة في نهر الشارع هذا الشارع لو كان مفتوح ذهابا وإيابا ما يكون المواطن في هذا الجانب الدائرة الذي يقدم قدم خدمات مشهورة كثيرة كذلك عندنا شوارع كبيرة في شارع فلسطين وفي مناطق المصاف القديمة مغلقة يعني دواعي أمنية اليوم بلدية اليوم قادمة في هذا الإكمال المرحلة الأولى التي توقفت في عام 2014 وبداية عام 2015 نطالبكم بأنه حقيقة يعني لا توجد جدوى من غلق هذا الشارع يعني مدرسة غارقة شارع مدرسة ماما يسمى في شارع غارقة شارع صاير عبارة عن موقف سيارات طاقة السكن هم أيضا فيها بناء وفاتحنا في كتب رسمية هذا الكلام طبعا كله في مقاومات رسمية لقياس عمليات بغداد أنه فتح هذا الشوارع يعني يعني إجابة طويلة ومتباعدة ممكن يكون لهم على الوضع يعني أكو هنالك تدخلات شخصية حقيقة أكو تدخلات وأكو بعض الجهات اللي مستفيدة من خلال غلق هذه الشوارع حقيقة قيادة عمليات بغداد بكوادرها المتقدمة هي متعاونة جدا في هذا الجانب لكن الكوادر الوسطية هم دائما ما يعطون الصلاحية إلى القوة الماسكة يأخذون بيان رأي من عندهم لكن القوة الماسكة حقيقة دائما ما تتذرع الدواعي الأمنية وأنه منطقة مهمة وتتعرض إلى التهديد احنا نشوف الوضع الحمد لله يعني يوم بعد يوم بفضل قوة الأجهزة الأمنية واتباعها وسائل التكنولوجيا الحديثة اتباعها منظومة الكاميرات اللي استبشرنا بها خير في مديرية الاستخبارات العسكرية حقيقة مشكورة يعني طبقت خصوصا في منطقة الرصاف طبقت بشكل كبير جدا بعد التفجيرات الأخيرة في ساحة الطيران وفي مناطق أخرى طبقت منظومة الإنذار المبكر عبر الكاميرات ومراقبة بشكل كلي والحمد لله نشوف الوضع يعني جيد من الناحية الأمنية فقط أنه نرفع نزعة الخوف من الأجهزة الأمنية ولا نتذرع بأنه الصب أو الغلق هو يعيق موضوع الإنسان الإرهابي من تنفيذ مرامية لكن احنا نقول الأجهزة الاستخباراتية الإنذار المبكر من قبل هذه الأجهزة وكشفها للإرهابيين في مواقعهم هو يعني هو الجزء الأكبر يقع على هذه عاتق هذه الأجهزة ويحمي المواطن إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد ننتقل إلى موظف البلدية هل هو محمي عندما ينفذ واجبه الميداني؟ حقيقة موظف البلدية هناك كثرة الاعتداءات عليه؟ نعم يعني لو تطلعون على الخفايا التهديدات العشائرية والتهديدات من عبر الميليشيات وعبر يعني لتساءلت كيف موظف البلدية يقوم بواجبه بهذا التهديد يعني حقيقة أكبر كادر متقدم موجود في أمانة بغداد يتعرض للتهديد لأنه عملنا في تماس مع موضوع التجاوزات بشكل قسري لأن التجاوزات أصبحت مشوهة لمدينة بغداد سيطرتوا على هاي التجاوزات لو بعد؟ نعم التجاوزات حقيقة احنا في عمل يومي مستمر لدينا ثلاثة فرق لرفع التجاوزات بشكل يومي تعمل من الصباح إلى الليل لأنه احنا لدينا أماكن لا نستطيع دخولها إلا بالفترة المسائية نقوم برفع كافة السكراب العجلات الربلات اللي تبقى بالشوارع كافة الأمور اللي تبقى على الأرصفة أي مشوهات أي حالات منافية حتى فرق حدادة مع فرق التجاوزات تقوم باستقطاع الأجهزة أو غلق بعض الأماكن اللي نعطيها إنذارات بموضوع الرمي العشوائي أو أي حالة من حالات مخالفة قوانين أمانة بغداد نقوم بغلقها بالوجبة المسائية كذلك موضوع المخازن العشوائية المخالفين لموضوع العرض والبيع في على الأرصفة هنالك دائما ما تكون هنالك
حالات لرفع هذه التجاوزات وذلك غلق. استاذ احمد، الأمانة بغداد يعني كانت تشكو من التقشف الحاد وعدم توفر المبالغ المالية. اليوم حجم الإيرادات لمركز بلدية الرصافة في حالة من الانتعاش، لكن هناك بعض المشاريع فيها تركب. نعم. لماذا لم يعني يكون إصلاح وإكمال هذه المشاريع؟ حقيقة التوجيهات الأخيرة صدرت من معالي الدكتور أمين بغداد وسادة الوكلاء بتعظيم الواردات. حقيقة لأن هي الواردات هي العمل الرئيسي للدائرة البلدية من خلال تنفيذ كافة مشاريعها وكذلك تمويل كافة الأعمال اليومية للدائرة البلدية. لأن احنا لا نستلم أي مبالغ تعزيز سوى الرواتب ورواتب العمال فقط. 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 والباقي؟ فقط. باقي الأعمال كلها تقع على دائرة البلدية من خلال جبايتها بالمكلفين برسوم المهنة والإعلان ورفع النفايات، وكذلك من موضوع الغرامات ضمن القرارات المعنية بها أمانة بغداد. دائما ما نطبقها ببلدية مركز الرصافة بشكل كبير وعلى مدار الساعة وعلى مدار اليوم، تطبيق بفرق جوالة صباحية مسائية تقوم بأعمال الجباية وفق القوانين للمكلفين، ولكن حقيقة يعني احنا نعتب على إخواننا المكلفين دائما ما يمتنع عن دفع رسوم المهنة والإعلان بذرائع شتى، وهي حقيقة رسوم سيادية ليست هي من مزاجية واعتباطية، لا هي ضمن قوانين رسمية وهي تحاسب عليها الدائرة البلدية بشكل كبير. يعني احنا لم تقوم بواجبها. نعم احنا حققنا لحد الان اكثر من 86% من واجب الجباية الرئيسية، ولكننا معرضين للمساءلة من قبل الدكتور أمين. طيب احنا شارفنا على الختام، لكن سؤال اخير. نحن مقبلين على يعني في بداية العام الدراسي الجديد. نعم. هل هناك نشاط او خطة لارتقاء بالواقع المدرسي من قبل مركز بلدية الرصافة؟ نعم، لدينا توجيهات مركزية لكافة الدوائر البلدية بالاهتمام بالمدارس، وحقيقة قبل موسم المدارس قبل 29/9/2018 وكافة الأعوام الدراسية هنالك توجيه مركزي من قبل أمانة بغداد بالاهتمام بالمدارس ومحيط المدارس وتنظيفها بشكل كامل وإبداء الخدمات لإخواننا وأبنائنا في مدارسنا المنتشرة. حقيقة قدمنا خدمات حتى في داخل المدارس للحدائق المدرسية، كذلك فتح الانسدادات في مجال شبكات الصرف الصحي الخاصة المدارس، غسل المدارس، عملية تنظيم، حتى عملية رفع بعض الأنقاض البسيطة من المدارس في كتب رسمية. نعم مثبتة في كتب رسمية بيننا وبين إدارات المدارس وبيننا وبين المجالس المحلية المنتشرة ضمن قواطعنا، والحمد لله لدينا تعاون يومي مع المدارس في حملات مستمرة من قبل المراكز البلدية العشرة المنتشرة مع قسم الزراعة، وكذلك بعض الخدمات اللي تقدمها شعبة الخدمات وشعبة الحدادة في حالة احتياجهم لبعض الخدمات البسيطة، لأن هم هاي مدارسنا ومن واجبنا الأخلاقي واجبنا الاجتماعي أنه نخدم هذه الشريحة ونخدم أبنائنا وبناتنا في مدارسهم. طيب شكرا لك أستاذ أحمد على حسن استقبالك. شكرا جزيلا. شكرا. وأنتم أحبتي المتابعين، شكرا لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة وضيف آخر. في أمان الله.